مسؤوليتكم، تحطوا كتفيتكم على كتفيتنا أكثر، لأنه اليوم أكثر من أي يوم مضى مفروض أنه نتعاون كلنا سوا، ومفروض نحط كل تضحياتنا في سبيل لبنان، لأنه الأمل كبير والتفاؤل كبير، ولبنان كلنا أمل وكلنا ثقة وكلنا تأكيد بعد كل شيء عمل أنه لبنان ما ممكن يكون إلا يلي نحن بدنا نحن يا اخوان امام رهان، او منبقى هون وعايشين احرار وراسنا مرفوع، او منعيش ذميين، او منشمل او منفل. هيدي الاربع احتمالات اللي موجودة قدامنا. بدنا ناخد قرار، او منقرر نعيش راسنا مرفوع واحرار كمسيحيين بهالنقطة من الشرق، او منقرر نعيش ذميين، او منقرر نشمل، او منقرر نفل. هيدا الرهان وهيدي القرارات اللي مطروحة امامنا. نحن كمقاومة لبنانية، نحن كقوات لبنانية، قررنا وقرارنا نهائي انه منعيش هون كمسيحيين راسنا مرفوع احرار. ما منريد نعمل وطن قومي مسيحي، ما بدنا نعمل وطن قومي ماروني، ما منريد نعمل وطن طائفي.